انا لحظه قول لها قول لها يا الله الله يا الفيفي والله اني ما ادري هو 36 ولا 35 قبل 36 وقت التدافع قبل تقريبا خمس سبع سنوات لا تدافع كان 36 36 انا موجود 37 36 لا 36 وقت التدافع خذها مني ما فوتت سنه الا 36 التدافع انت وقت التدافع ولا بعده التدافع وش تدافع وش يوم صار التدافع حق خروج الحجاج الدافع الصادمه في مع تقاطع بس تعال جلس ودي امشي وانت تمشي امشي خليت انا انحط حطب يس دخل والله متل والله متل عزيز حلف 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 انا ودي امشي امشي مشي مشي يلا امشي مشي يعني حجيت 35 والله الظاهر 35 اي 36 وقت التدافع لاني عام 37 وانا في الرياضه صدقون انا صار لي موقف ثاني يا اخي مواقف 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 على الكشافه تخيل متى يوصلون الحجاج يوم 8 ايه ايه يصلون يوم 8 ايش سوت الحرمه هي وزوجها توهم عرسها اعتمروا طواف القدوم وجو المخيم حقهم جلست في الضيافه ايش يسوون بعض المخيمات الفي اي بي يقدمون لك ضيافه اول ما توصل عندكم عيال ايش سوت لا جلست اوكي 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 جلست تخيل جلست وتكت كذا طاحت عليها السخان الماء اوكي من هنا الين خلف ركبتها انسلخ ويشلونها باسعاف يودونها كويس انه في وقت ما فيه زحمه اول شيء تخيل يعني ما شاء الله الحريم لبسهم محتشم ودبل دبل دبل اتخيل مع المشي والعرق الحروق انت عارف اي عرق تعرق على طول يلتهب معك تخيل ايش قالوا لها المستشفى كل ثلاث ساعات لازم غيار عندها طلع وين تجي تخيل جاء يوم 11 تعرف يوم 11 هل تقدر تسترد فلوسها كيف اللي حجتها عاد هذه ما ادري هي تتواصل مع الحمله هي الحملة. هي والحمله اتوقع هي شيء معنا مع لا ما تبي تفوت خلاص ان نوت بالعم نوت بالحج و بس بتحج بس هي اظن ان في توكيل يعني الحرمه اظن في توكيل يا منى تعال هنا انت من داخله ابي خرب ما هو تخرب ما بس ما حب اسولف ما حب اسولف واحد يقول ابو راح نقول اجلس ابي اتصدر المهم لا تقطع السوالف يا محمد ما عندنا تقطع السوالف ف جيت وانا مودي حاجه من مودي حاجه اجي وهو جالس وهي يعني مسكينه اخذ فره شوي بجيكم تسمع انينها خفيف قاعد على الرصيف بعد الجمرات الساعه 11 في الليل ويوم 11 لا والله مو الساعه 11 باقي بدري على 9 10 كذا حر في الليل برضو هناك حر يعني وقت الحج دائما يصادف وقت حر حاره شوي حر ايش اسمع انينها وكانت معي عربه وديت حاجه وارجع قلت لها اجي عندها وزوجها معها ايش في خير ان شاء الله علمني زوجها فكان في عسكري في الجهه الثانيه عند الدوريه شافهم ويسمع وجاء عندها قال ايش عندك انت عارف كلنا نعرف العسكري خلاص استلم نقطه ما يطلع منها بس سبحان الله العمل العمل الإنساني يطغو فوق كل شيء هو خل عاد يعني بطلع من النقطة اللي أنا فيها إيش سوى ركبها وراء تعرف الإف جي كيف يركبها شنطة ركبها وراء وركب معهم أنا مستلم عند المستشفى من الجسر رايح أقرب لهم العسكري ما يعرف هو جاي على نقطة معينة العسكر يعني أمني أكثر ليش؟ لأنه خلاص أنا استلامي هنا المركز حقي هذا بس هو لازم يوديها أقرب مستشفى بعيدة فهو يخاف أنه قلت أركب تجنب الزحام ويتجنب قلت أركب بركب معكم تعال من هنا تعال من هنا تعال من هنا طبحنا عند المستشفى أوصل المستشفى في كشافة من خوياني مستلمين بس أعرف أنه كشاف بس ما هو بفرقتي ولا شيء أظنهم من الشمال الفرقة اللي مستلم أخذها بالعربة وأجي أعدل الطوابير ويقابلني الريسبشن واحد ممرض لازم ياخذ كذا قلت هذه حاله طارئه هذه محترقه من راسها لين ركبتها
وهذا التقرير حقها تغير كل 3 ساعات. هذه حالة طارئة. دخلوه. دخلوها وجلس حتى طلع زوجها. يا أخي لا تشوف يا ناس بس اللحظة اللي بادلك فيها الحاج. يا أخي يبي يسلم من راسي والله العظيم زوجها. يبي يشكر يبي. قلت أنا ما أبي منك هذه اللحظات أنا ما أبي أبيها أبيها بس كذا ترفع يدك وبس. أبي بس. قال هذا فارغ منه. اللي والله العظيم من ضمن المواقف بعضهم يبي يهديك جواله بعضهم يبي يهديك فلوس لما تخدمه محظوظ بالأجر اللي يبادر بالمساعدة وقت الحج ورب البيت يا ناس إنها شعور الآن دخلت نفس الشعور والله آخر مرة متى آخر مرة 39 والسنة اللي بعدها ما رحت بعدها دخلت كورونا أيام كورونا حتى عندكم هني تطوعين صح يا أبو لا إيه بس تطوع والله يا وليد بس السكن مجهز وكل شيء لكم مجهز كل شيء موفر يسوون لكم يومية صح؟ شفت العسكر اللي يطلعون هناك انتداب هناك عندنا مركز تغذية واستلامات وورديات نفسه نستلم 8 ساعات أحيانا وفي فرقة اللي بعدنا تستلم تطبق 8 ساعات أحيانا نطبق العسكرية التطبيق نطبق تأخر الفرقة الوردية اللي بعدنا تجي 8 ساعات اليوم الثاني وعاش دورنا عسكرية يا صدق عندك وقت دوام وقت حد ايه معين ايه 8 ساعات خلاص عندك 16 ساعة تريح 16 ساعة تريح فيه حلو 8 ساعات دوام ها؟ ما في وقت يا ولد الاجواء هناك ما تبى البلاي ستيشن ولا تبى يا اخوي الدورة والله نشوفك تعدي اي 16 ساعة ايام الحج تنشد عن البلاي ستيشن عندك هناك عندك دورات لازم تاخذها عندكم بلاي ستيشن؟ ايه احيانا لا بلوت شيء دور انت ماشي بعض المرات ترى قال ابو سراج 10 ساعات اشتغل ابو سراج ارقد ما راح اريح زين 10 ساعات راح تلعب بلوت انت تلعب في بلاي ستيشن ترقد في بلاي ستيشن ابو سراج اسمع احيانا الدوام ياخذ بك ساعه حتى توصل هناك ياخذ بك ساعه حتى توصل هناك بعض المرات تجي تلقى لك واحد من اخويك يقول يا ولد انا لك نشطان هو نشطان قال يا ولد ما انا مسلمي الله نسويها واصل مع الفرقه الجايه يا ولد راح الدوره الشغل ما عندك حياه غير الشغل اي والله يا ناس طلعت لا ما عندك الشغل صح لا حجي انا طلعت الدور كل ساعه صح حجيت حج ما نروح دب لا انا طلعت الدور الخامس حق الحج حق الحج حق الجمرات طلعت الدور الخامس حق الجمرات تشوف يا ناس تشوف الحجاج كذا في الساحات لا اله الا الله محمد رسول الله قسم بالله انا ماني معكم دحين انا في منى يا الله احد العام انا كنت اتابع واحد السناب كان زيكم فيه زي المتطوعين وصور لنا عادي فتحوا لكم المتطوعين حي الله حد ايه سجل في مبادره التطوع دي تسجل فيها منصه الله يتقبل منكم تصير مشهور يا ابو سراج بكره تروح يطلبونك ان شاء الله الحج لا اول شيء بنحج يا ابو ناصر شو يقول؟ يقول ان شاء الله اول شيء بنحج